من موسكو تنضم إلينا علا شحود الكاتبة والباحثة السياسية. أستاذة علا أهلا وسهلا بك. هل من دلالات ما يمكن قراءتها حول تحول جزء من فلسفة التعامل العسكري الأوكراني مع شبه جزيرة القرم على مدار الأسابيع المنقضية؟ أهلا لكم وللمشاهدين. حقيقة الموقف الأوكراني من شبه جزيرة القرم لم يتغير. ما زالت أوكرانيا حتى اليوم تحارب وتفعل المستحيل من أجل استرجاع شبه جزيرة القرم على حد وقفها. هذه الجزيرة وهذه الجغرافيا التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014 وفق استفتاء شعبي، لكن يبدو أن أوكرانيا والغرب والولايات المتحدة لا يريدون أن يعترفوا بسيطرة روسيا على هذه البقعة الجغرافية، وما زالوا يوجون إعلاميا أنه من الممكن أن يستعيدوا هذه المنطقة، مع أننا جميعا وهم أيضا يدركون ويفهمون تماما أن هذا الحلم من سابع المستحيلات أن يتحقق، وهذا أمر غير منطقي إطلاقا أن تتخلى روسيا عن هذه المنطقة المقدسة بالنسبة لها. لهذا ما زالت أوكرانيا لكن تحول جزء من فلسفة الضربات الأوكرانية التي توجه إلى شبه جزيرة القرم عبر الطائرات المسيرة أو إلى جسر القرم الذي يمكن أن يستهدف عبر الزوارق المسيرة كذلك، هل يعني شيئا بالنسبة للاستراتيجية العسكرية الروسية في هذا الصراع؟ بالنسبة لاستهداف جسر القرم المهم جدا بالنسبة لروسيا إذا أردنا نتحدث هكذا، وخاصة بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعتبر هذا الجسر هو إنجاز شخصي له، وهو كان قد افتتحه شخصيا وساق سيارته الخاصة عليه بنفسه، كما أن الروس يعتبرون هذا الجسر هو صفقة القرن أو إنجاز القرن. اليوم يعني هو نقطة مهمة جدا لروسيا، وهو يفصل روسيا عن شبه جزيرة القرم أو يفصلها بها. استفزاز أوكرانيا لهذه المنطقة هي استفزاز واضح، استفزاز لروسيا من كل الجوانب، وحقيقة ندرك اليوم أنه الطرفان يستفزان بعضهما البعض، لكن تتفوق أوكرانيا حقيقة بقدرتها على الاستفزاز، وخاصة عندما بدأت باستخدام المسيرات سواء الجوية أو البحرية في هذه الحرب. ونحن نعترف هنا بتحدث من وجهة النظر الروسية، نعترف أنه هذه المسيرات حققت أهدافا لم تكن لتحققها الأسلحة الثقيلة التي أرسلها الغرب إلى أوكرانيا، ولا حتى الطائرات الاستراتيجية الكبيرة. المسيرات هي وسيلة حربية ناجحة حققت أهداف مهمة، أصابت العمق الروسي، أصابت مناطق حساسة جدا في قلب العاصمة وغيرها من المدن، وبهذا أوكرانيا اليوم تتفوق على روسيا بجزئية المسيرات. أوليكسي ميلنك مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق ينضم إلينا الآن من العاصمة الأوكرانية كييف. سيد ميلنك، هل الأمر منسق؟ هل هو مقصود أن تتم هذه المحاولات لنقل جانب من دفة الصراع مباشرة إلى شبه جزيرة القرم؟ ولو كان ذلك مقصودا من أوكرانيا الآن فلماذا؟ مساء الخير عليكم وشكرا جزيلا لدعوتي للنقاش. لا أرى أي تحركات خارج منطقة الصراع الكائن، حيث أن شبه جزيرة القرم هي أراضي أوكرانية في الأصل وتم احتلالها بشكل غير قانوني من جانب روسيا الاتحادية، والقيادة السياسية الأوكرانية أوضحت تماما وذكرت أن شبه جزيرة القرم سوف يتم تحريرها بالإضافة إلى أي من الأراضي الأوكرانية المحتلة من جانب روسيا سواء قبل 2014 أو قبل فبراير 2022، وبذلك فإن شبه جزيرة القرم أرضا وجزء لا يتجزأ من الأراضي الأوكرانية. لكن على مستوى ترتيب الأولويات، لماذا يمكن أن تتعمد أوكرانيا الذهاب إلى هذه المنطقة أيا كانت وجهة نظرها في هذه الأرض؟ لكن في النهاية كان يفترض أن هناك أولويات في عمق الأراضي الأوكرانية يفترض أن تكون سابقة في أهميتها عن شبه جزيرة القرم على مستوى ميدان المعركة. لا أعتقد أن هناك أي تناقض فيما يتعلق بترتيب الأولويات، لأن أوكرانيا قامت بمهاجمة الأهداف العسكرية فقط في شبه جزيرة القرم، وشبه جزيرة القرم
كانت من قبل روسيا لتحدية واستخدمتها كقاعدة عسكرية كبيرة وكقاعدة لوجستية لصالح القوات الروسية في هجماتهم ضد الأراضي الأوكرانية في الجزء الغربي والجنوبي. ولهذا أعتقد أنه من المنطقي أن تكون شبه جزيرة القرم في أولويات القوات الأوكرانية واستهداف المخازن والمستودعات الخاصة بالجيش الروسي كما حدث في سوفستوبل من خلال هذه الهجمات المكثفة. وأعتقد أن القوات الروسية تقوم بالمهاجمة بعض الأهداف الأوكرانية داخل الأراضي الأوكرانية باستخدام الصواريخ الكروز الهوامة بشكل يومي، وهذا بالطبع ما تحتاج أوكرانيا إلى فعله كرد فعل على هذه الهجمات الروسية لتحرم روسيا من هذه الفرص لمزيد من احتلال الأراضي الأوكرانية وربما لوقف هذه الهجمات ضد الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى منع أي مسارات للدعم اللوجستي الروسي. لكن على مستوى التعامل العسكري سيد ملنك، عندما كانت منطقة أو مدينة بلغورود الروسية على الحدود الروسية الأوكرانية تستهدف بمسيرات، وعندما حتى كانت العاصمة الروسية نفسها تستهدف، العاصمة موسكو، بمسيرات أغلب الظن أنها أوكرانية، قيل إن هذا الأمر لا يستهدف منه إلا جانب استعراضي وربما فقط تريد استفزاز روسيا. هل نفس هذه المعطيات يمكن أن تنطبق على شبه جزيرة القرم؟ وبالتالي ما الداعي إلى مزيد من استفزاز روسيا إذا كان الأمر لن يحقق تفوقا عسكريا أوكرانيا؟ أود أن أؤكد مرة أخرى أن شبه جزيرة القرم ليست أراض روسية، ولكنها تم ضمها بشكل غير قانوني إلى روسيا، وهي أراض في الأصل أوكرانية، فبالتالي يمكن أن ننحي شبه جزيرة القرم جانبا. فيما يتعلق ببلغرود، بالإضافة إلى عدد من المناطق الأخرى في أوكرانيا، معظم الأهداف أيضا في بلغرود مثل مؤسسات تخزين الوقود والأهداف العسكرية المختلفة في الأراضي في بلغرود وحتى في موسكو، كان الهدف الأساسي بعض الأهداف العسكرية البارزة مثل المصانع العسكرية وبعض من المؤسسات والمرافق العسكرية أيضا التي تم استهدافها من جانب أوكرانيا بهجماتها باستخدام المسيرات أو غيرها من القدرات الأوكرانية. والهدف الأساسي هو استعادة الأراضي الأوكرانية، وليس فقط لاستعراض القوى ولكن لتحقيق الهدف المرغوب لأوكرانيا. وفي نفس الوقت كما نعلم جميعا هناك بالطبع لا يوجد أي خسائر في صفوف المدنيين التي أصابتها في حالة الهجمات الأوكرانية. قبل أن أنقل سؤالي إلى ضيفتي من موسكو سيد أوليكسي ملنك، بعيدا عن تقييم أوكرانيا لشبه جزيرة القرم بأنها أراض أوكرانية وبأنها ستبقى كذلك من وجهة نظر أوكرانيا، هل الأمر بالنسبة لشبه جزيرة القرم تحرش أكثر من كونه عملا عسكريا أوكرانيا مباشرا، أم أن هذا جزء من الأهداف العسكرية التي تريدها أوكرانيا في التعامل مع روسيا؟ أعتقد أن هذه هي الرواية الروسية كما يذكرها الكثير حول العالم، يحاولون أن يصدقون أن أوكرانيا فقط تقوم باستفزاز روسيا، ولكن هذا العدوان متكامل الأركان من البداية كان غير مبرر من جانب روسيا وغير له أساس من الصحة، فبالتالي روسيا هي من بدأت الاستفزازات. والأمر غريب جدا عندما نصدق المنطق الروسي أن أي هجمات أوكرانية ضد روسيا أو سواء شبه جزيرة القرم أو غيرها أو جسر القرم أن تعتبر استفزازات من جانب أوكرانيا، وروسيا تحاول إظهار هذا الأمر كعمل انتقامي، فهذا منطق غير مقبول. أنا لم أقدم الرواية الروسية، أنا فقط سألت حضرتك عما إذا كانت أوكرانيا تقدر التعامل مع شبه جزيرة القرم باعتباره تحرش أكثر من كونه عملا عسكريا مباشرا أم لا، وبالتالي يعني كلتا الروايتين موضوعتين أمام المشاهد. علا شحود، إذا كنت تثقي في أن ما يجري ليس إلا محاولة لاستفزاز روسيا وهذا ما يرفضه تماما الجانب الأوكراني ويتحدث به أوليكسي ملك، ما هي حدود أو طاقات استيعاب روسيا لعمليات الاستفزاز؟ إلى أي مدى يمكن أن تبقى روسيا صامدة في مواجهة ما تسميه استفزازا؟ نعم، بالنسبة للتأكيد أنه كل ما يجري اليوم على الساحة العسكرية سواء من الجانب الأوكراني والغربي هو استفزاز. حتى اليوم شاهدنا
على سبيل المثال مناورات بولندية على الحدود الروسية واستعراض الأسلحة التي حصلت عليها بولندا من الغرب في الفترة القريبة الماضية، هذه كلها استفزاز ورسائل مباشرة إلى الجانب الروسي إلى أننا لدينا الكثير من الأسلحة والطاقات والإمكانيات ونحن سوف نغلب روسيا وسنهزمها في هذه الحرب، وهذا نحن جميعنا ندرك حتى هم بصميم أنفسهم يعرفون أن هذا الأمر من السابع المستحيلات. بالنسبة للسؤال عن قدرة روسيا على الاستمرار في هذه الحرب، أعتقد أن روسيا اليوم جاهزة وتجهز نفسها للاستمرار في هذه الحرب، وخاصة أنه الرئيس الروسي منذ 3 أو 4 أيام صرح إلى أنه هذه الحرب يبدو أنها سوف تستمر إلى أجل بعيد جدا، واليوم أكد أمين حلف الناتو أيضا هذا القول وقال أننا نحن ننتظر حرب طويلة المدى. تستفز إلى ماذا؟ تستفز في أي اتجاه سيدة علا؟ ما الذي تريد أوكرانيا أن تجر روسيا إليه وفقا لهذه الرواية إذا كانت بالفعل تستهدف استفزاز موسكو؟ لا، إما عندنا احتمالين، إما تريد أن تستفز روسيا أو أن تخيفها بحصولها على هذه الأسلحة المتطورة جدا، وأن روسيا اليوم تلجأ إلى المفاوضات أو تسلم كل طاقاتها وتقبل بالشروط الأوكرانية، هذه الشروط التي ملاها عليها الغرب. أما السيناريو الثاني استفزازها لمواجهة عسكرية مع حلف الناتو واستفزازها لاستخدام النووي، وهذا حقيقة ندركه تماما أن روسيا لا تريد استخدام النووي، ولو كانت تريده تريد استخدامه لكانت استخدمته من أول ما باشر الغرب بوصفه كشريك وحليف استراتيجي وعسكري لأوكرانيا وإمداد أوكرانيا بهذه الطاقات والأسلحة وما شابه ذلك، هذه كلها استفزاز واستنزاف للطاقات الروسية. وأيضا الجانب الروسي حقيقة أيضا يستنزف أوكرانيا ويستنزف الغرب، اليوم أعتقد أن أوكرانيا تحولت إلى بقعة جغرافية، الطرفان سواء الروسي والغربي يتحاربان فيها بسبب قلة إدراك زيلينسكي الرئيس الأوكراني وقلة استيعابه للموضوع، يعني يصدق الغرب. نعم. الغرب لم يكن يوم من الأيام صادق بوعوده، الغرب يعد أوكرانيا وعود بدون تنفيذ أي منها، يعيدها بالانضمام إلى حلف الناتو، واليوم أيضا أمين حلف الناتو شدد وأكد على أن أوكرانيا ستنضم بيوم من الأيام إلى حلف الناتو، لكن مفهوم وهذه رواية أوكرانية ومن الناتو على السواء. أوليكسي ميلنك، هل في تقدير أوكرانيا يمكن أن يختلف رد الفعل الروسي عن التعامل مع روسيا في ميدان المعركة عما إذا كان التعامل في شبه جزيرة القرم أيا كان توصيفها، سواء كانت أراضٍ أوكرانية من وجهة النظر الأوكرانية أو أراضٍ روسية استعادتها موسكو في 2014، هل يمكن أن يختلف رد الفعل الروسي في تقدير أوكرانيا؟ Let me say that before February 2022, أود أن أقول أن قبل فبراير 2022 أوكرانيا أعلنت أن أوكرانيا سوف تستخدم فقط الوسائل الدبلوماسية والسياسية لتحرير شبه جزيرة القرم. والآن بعد هذه الحرب متكاملة الأركان من جانب روسيا، أوكرانيا ليس لديها أي خيار آخر إلا استخدام الآليات العسكرية والأدوات العسكرية. وفي وجهة النظر الأخرى، روسيا قررت مغادرة شبه جزيرة القرم ونقل كافة ترساناتها العسكرية بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وبعد ذلك أعتقد أن أوكرانيا سوف تكون منفتحة لبدء المفاوضات إذا ما قامت روسيا بإزالة كل ترساناتها العسكرية من الأراضي الأوكرانية بما في ذلك شبه جزيرة القرم. ولكن في الوقت الراهن أوكرانيا ليس لديها أي خيار آخر إلا استخدام الوسائل والأدوات العسكرية لتحرير شبه جزيرة القرم ولهزيمة روسيا على الأراضي الأوكرانية. أوكرانيا لن تقوم باحتلال أي أرض من الأراضي الروسية، ليس هذا ما تطمح إليه. طيب إذا كانت روسيا أصلا أعلنت عن خطوة أبعد من ذلك تماما، وهي أنها أعلنت انضمام وفق ما تقول أنه استفتاء لخيرسون زاباروجيا ودونيتسك ولوغانسك، هل تتصور أن التفاوض يمكن أن يكون على هذه المناطق، على هذه الأقاليم الأربعة، أم أن التفاوض يمكن أن يذهب إلى شبه جزيرة القرم حتى؟ من المستحيل
أن يتم ذلك بدون شبه جزيرة القرم، لأن ما تشير إليه موسكو والرئيس بوتين بنفسه هو يرغب في تغيير النظام في أوكرانيا. في البداية لا يوجد أي نظام في أوكرانيا، ولكنه رئيس تم انتخابه بشكل ديمقراطي وحكومة منتخبة ديمقراطيا، وبذلك فإن المجتمع الأوكراني يعيش في دولة ديمقراطية. 90% من الأوكران لن يقبلون هذه التسوية. لدينا شعب ورأي عام وسياسيين الذين يستمعون ويقومون بتحليل ما هو الرأي العام في أوكرانيا، فبالتالي من المستحيل أن تقبل أوكرانيا هذه النوع من التسوية. وبالتالي الاستفتاء الروسي مزيف ولا يوجد أي استفتاء حقيقي، لا يمكن قبول أي إجراء استفتاء من جانب روسيا على هذه الأراضي. وهذه هي رواية خاطئة من جانب روسيا الاتحادية، وهي ترتبط بشبه جزيرة القرم أيضا، وكما حدث في خرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك. لا يوجد أي إجراءات من الاستفتاء الحقيقي. شكرا جزيلا لك من كييف أوليكسي ميلنيك، مساعدة وزير الدفاع الأوكراني السابق. أشكر كذلك ضيفتنا من موسكو علا شحود، الكاتبة والباحثة السياسية. شكرا جزيلا لكما.